تداولت منصات التواصل الاجتماعي بكثرة مقطع فيديو قصير لحادث انهيار في سكلة بناء مزار الحمزة الغربي في بابل، وأنباء أخرى تشير إلى انهيار جدار قيد الإنشاء والذي أسفر عنه إصابات ووفيات لعدد من العمال المشاركين في عملية إعادة تأهيله وعدد من الزائرين، حيث انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 6 زائرين 4 نساء وطفلين فضلا عن جريحين امرأة وطفل، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. من جانب آخر، أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل تفاصيل وأسباب هذا الحادث في ضريح الحمزة الغربي جراء سقوط معدات بناء داخل الضريح في بابل، ما أدى إلى سقوط هذا الجدار الذي شاهدناه أو أجزاء من سقف الضريح، في حين تفاعل عدد من المتابعين والمتفاعلين لهذه القضية ولهذا الخبر أو لهذا الحادث عبر كومنتات وردود أفعال، رصدنا لكم بعضا منها ونبدأها مع تعليق لنسرين. وقالت نسرين في تعليقها عن هذه الحادثة: أدري من عندكم صيانة غير تغلقون الضريح، يعني الراد لها فهم هاي، بعدين ياسكن لهذا البناء كله واقع والناس راحت بيها خطيئة الله يرحمهم. تعليق من نسرين: ليس الاسكلة وإنما البناء، وهناك ضحايا وجرحى بين الزائرين، ربي يحفظ الجميع ويرحم الأموات. أيضا تعليق من أنور شمري: يا ساتر يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربي يرحم المتوفين ويشافي الجرحى، آمين. تعليق من عشقي ذي قار، هو يبدأ تعليقه بضحكة: تحشون صدوك كذب، أدري ماكو ناس اختصاص ينصبون السكلة ويكون هو المسؤول، شنو هذا التسيب؟ تعليق آخر من نسيم الصباح: بس قولوا لي إيش قد صار تعداد السكان للعراق، يا ملك الموت إنسان اتركنا بحالنا، عوفنا الخاطر الله، مو راح نخلص نصبح نمسي على الموت.